بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه، والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم، بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان، وحده لا شريك له وحده بوحدة، موحدا بوحدة، وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال، لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مزارع له ولا جلد بلد ولد جسد رس وجز ونز وعزم له ولا جذب وصف غيب قاب بيت خصم له، لا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مزارع له ولا مناظر له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو لا يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا معصومنا منظومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة، أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأحمرنا وأنورنا وأخطرنا وأكبرنا، أحمر أنور أطفل أجدر أجمل أكمل لا. ثم نشهد أن خبيب ربنا وصمدنا مهضوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا وعدوة نظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الغالبة الباطنة، صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى، ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار مساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله ربنا المولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
كونوا في الدنيا أزيافا واتخذوا المساجد بيوتا وعود قلوبكم الرقى وأكثروا من التفكر والبكاء لا تبنون ما لا تسكنون لا تجمعون ما لا تأكلون ولا تنافسون وأنتم عنه عدن زائلون وقال لقمان عليه الصلاة والسلام يا بني إن وجدت قوما يذكرون الله فأجلس معهم إن كنت عالما زاد علمك وإن كنت جاهلا قل جهلك وإن أصابهم خيرا أصابك معهم ويا بني إن وجدت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم إن كنت عالما قل علمك وإن كنت جاهلا زاد جهلك وإن أصابهم شرا أصابك معهم وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم درش شريف